بتخاف من البوليس من الشرطة. فكرت هم يضربوني وعن الكابل وهم كمان، وكنت خايف. ضليت معهم تقريبا 90 دقيقة يا علي، صح؟ بالقسم. ها إيه. هاي الصبي دائما برضه معي على مسيرة مساندة لغزة ولبنان، فأنا منظم مع المنظمين المسيرة دائما، يعني كل ما بتصير مسيرة أنا منظم مع المنظمين المسيرة، فهاي الصبي أكون معي. فهي اليوم إنه قبل ما تخلص المسيرة بشوي، يعني أنا لازم أسلم شغلات للمنظمين المسيرة، فوقع هو ينتظرني. فأنا لما خلصت الشغله اللي بدي اخلصها واجيت لاخذه معي، ففقدته ما لقيته. فانا سمعت انه اخذوا صبي الشرطه، بس ما عرفت مين هو الصبي اللي اخذوه. بعدين ما عرفت انه هو الصبي المقصود، اللي شفته على التيك توك على التواصل الاجتماعي انه هو اللي مخطينه. فانا كنت ست ماشي، فاتصلت بابوه، فابوه لقيته اخذه. فحسب ما قال ابوه انه اخذوه كمان حامل على فلسطين. فاجأنا بثاني يوم، يعني عن اليوم تفاجأنا بالشيء اللي كاتبينه على الصحف الالمانيه، انه هم عم يحموا الصبي وبدهم يوصلوه لاهله. فالقصه متناقضه، يعني انه كيف انت هذا يطرح تلحقوه سؤال، هذا وتكونون يطرح سؤال وراء سيد عيسى. كشرطه عشان صح واحد من الشرطه. فالولد خاف لما شافهم يركضون وراه، خاف الولد، فقعدوا يركضوا، هم ركضوا وراه. هذا يتولي لطرح الشيء السؤال سيد عيسى، حتى احاول فيديو، يعني انتشرت مش فيديو واحد، عشرات الفيديوهات اللي انتشرت متناقض صحيح كليا. يعني